من وانا طفل صغير دلوقتي عيني بتشوف كل الناس خصوصا اللي تحت مش اللي فوق. هم دلوقتي واخدين معظم همي. ما اثرش فيك الموضوع؟ اثر فيا بالعكس، طول الوقت هم مقصرين فيا، وفكره ان انت تخش جوه فانت مقصر فيك اكتر. وده من ضمن احلامي ان انا نفسي اعمل انا واكتر من حد صديق ليا ان احنا نعمل حاجات ليها علاقه التوعيه بالفن لكل ما هو مش متعلم ويتيم وجاي تنزل الشوارع وليه حد صديقي عمل تجربه شبه كده، تجيب ناس كتير قوي تقعد تعلمها الحياه بالفن، وفي ناس بتعمل كده. فبالعكس الموضوع بيبقى وجع قلب ونفسي اعمل اي حاجه ثانيه غير فكره ان انت يعني ازاي تعلمهم الحياه بالفن؟ انت تجيب ناس تقعد تعلمها فن. فن اسمى حاجه في الدنيا. تعلمهم يمثلوا يعني؟ يمثلوا تجرب ازاي يبقى معد، ازاي يبقى مقدم برامج، ازاي يرسم، ازاي انت زمان الجيل القديم اعظم مننا بكتير عشان في ناس كتير ما كانوش متعلمين وكانوا فنانين كبار زي الفنانه سعاد حسني وناس كتير قوي. عباس العقاد ما كانش متعلم. احنا يعني مش بكلمك في الفنانين. فانت مفتقد اشياء كتير. فرق جدا مع الجيل القديم انه كان في كل مدرسه في حصه اقتصاد منزلي وفي حصه رياضه وحصه فن. احنا محتاجين ده بشكل اكبر حقيقي. رد فعل الناس صدمك ولا كنت متوقع ان هم هيقفوا جنبك كده؟ في ناس صدمتني طبعا عشان خانقوا بقلب قوي قوي يعني. في ناس، في حد معدي ده اكتر حد استفزني انا شخصيا. ومعدي ملوش علاقه باي حاجه. موتوسيكل قام واقف ونازل ومسك الولد ضربه وكل وشتمه بكل الشتم في الدنيا ومصمم يعني مصمم ياخد حتى بقول له انت مالك انت قريب، بقول له انا قريب وهو خلاص مصمم يجيب لي حقي وطالع معايا ان هو ابن خالتي. ده في منه اوقات كتير حلوه اوقات منه كتير بيبقى وحش. لانه ممكن يوقع نفسه في مشكله بالظبط وهو ملوش ذنب يعني. ده حقيقي. ولكن انبسطت ان الناس قال لسه قلبها الحمد لله عندهم جدعنه عندنا كمصريين يعني. ان لسه قلبنا شغال، لسه قلبنا حامي. انا بشكرك جدا وكنت سعيده قوي ان انت معايا النهارده.